صدور الفراخ اللي هنجيبها طبعا بنقوم حاطين عليها ملح وليمون، دي افضل حاجه، او معلقه طحينه. يعني هتقدري تشيلي الزفاره اللي موجوده في الفراخ عن طريق حاجتين اتنين، اما ملح وليمون وتنقعها في ميه لمده بالظبط 5 دقائق وتقومي شطفاها شطفه حلوه، او حضرتك تقومي حاطه عليها معلقه طحينه مع الميه وتدوبيها كويس جدا، ودي بتطلع الزفاره اللي موجوده في الفراخ تماما. طيب الصدور اللي بجيبها تكون صغيره للكوردون بلو، ما تجيبش صدور تبقى مليفه وكبيره، الكبيره بتفتح منك في الزيت ومش بنعرف ان احنا نتحكم فيها، فبنجيب الصدور اللي هي الوسط اللي هي نقول 180 جرام 190 جرام، هي دي فاهمة ازاي؟ في صدر بيوصل ل 250، لكن صدر 250 جرام تبقى الصدور تبقى كبيرة وما بتبقاش حلوة في الفرد، بتيجي تبططيها بتلاقيها بتقطع منك، لكن الفكرة انك تجيبي الصدور اللي هي الصغيرة الوسط اللي زي ديت بتطلع معاك زي الفل. وتاني حاجة عايز اقولك عليها، صدور الفراخ لما جبتها من عند الفراخجي ما تجيبهاش طازة وتشتغلي بيها، تحط في التلاجة الاول وبعد كده هوت بتبدأي ان انت تشتغلي بيها، وده الافضل بكتير جدا عشان الانسجه تعرفي لو انت بتقطعيها او بتفرديها ما تتهرش منك، ده المهم. طيب يلا بينا نشوف اول حاجه هنعمل ايه. ادي صدور الفراخه اهيت، بشيلت منها قطعه الموزه اللي موجوده ورا زي ما حضراتكم كده شايفين، هجيب عندنا 4 صدور بسم الله اهم، وشلت انا قطعه الموزه اللي موجوده جوه او ورا صدور الفراخ نفسها. تمام بقى عندك صدور بالشكل اللي حضرتك كده شايفاه. طيب امال الموز اللي ورا او الفيليه اللي ورا بنعمل فيه ايه؟ حضرتك بتقدري تعملي زنجر او تقدري تفرميه وتعملي كفته او ناجتس او زي ما حضرتك عايزه. طيب اول حاجه بجيب عندي السكينه وبقوم فاتحها من هنا كده اهي، ما وصلش للاخر، بعد كده بنقوم فاتحين ديت كده ماشي، وبعد كده بنقوم لافين عندنا صدور صدر الفراخ الناحيه الثانيه كده، تقوم واخداها كده اهي هوب ماشي الكلام، نفتح تاني واحد زي ما حضراتكم كده شايفين، نمسك الصدر من هنا كده بميل، السكينه تبقى بميل ما وصلش للاخر، وتقومي فاتحه كده وبالسكينه كده تقوم ايه ضغط على الضغطه دي، وبعد كده تقومي قلبه الصدر بتاع الفراخ الناحيه الثانيه او بكف ايدك كده كله شغال، موضوع سهل جدا اهو، ممكن لو بالسكينه صعبه معاكي تقومي جايبها بايدك كده، بص عامله ازاي، وبعد كده تقومي لفه الناحيه التانيه كده وجايه من هنا كده وما توصليش للايه للاخر، تقومي فاتحه كده كف ايديك يا باشا وتقومي عامله الشكل الجميل ده. أو الفراخ يجي بقى يعملها لك، يعني لو هو هي عنده بيبقى عنده الإمكانيات وتقول له تقطع لي الصدر زي ما أنتم شايفين كده، ولكن أنت بتعمليه في البيت صدقيني بيبقى أحلى بكتير قوي. طيب وأقوم جايب عندي كيس زي اللي حضرتك كده شايفاه، ونبدأ اللي إحنا ناخد عندنا صدور الفراخ ديت بسم الله، نجيب دي شوية كده نقوم حاطين كده وبالراحة بقى خالص بقى فاهمة ازاي؟ بلاش الضربة اللي هي الجامدة، هو مش لحمة، اللحمة اضغط عليها جامد، لكن صدور الفراخ بالراحة عشان ما تفتحش منك. طب عارفة لو ما عندكيش مبط زي ده كتير ما يعني عادي ما لو ما فيش يعني عندك معيار زي ده أو كوباية أهو كله بيشتغل يعني. فاهم حضرتك ازاي؟ بس طبعا دوشه يعني لكن ده سهل اهو. تمام اهو شايفه الشطاره، الشطاره بس وانت بتبططي بصي المنظر، صدر الفراخ عامل ازاي؟ ولا في قطعه ولا في اي حاجه اهو قدام حضرتك اهوت، هي دي الشطاره بتاعتك وانت بتبططي صدر الفراخ نفسه بتاعك فيطلع معاكي مظبوط وزي الفل. لو لقيتي حته مثلا فيها سمك كده ولا حاجه بتبططي
بطاطيها كده بالراحه. شفتوا السمكري هو كده بيشتغل في العربيات نفس كده، بص كده تسحبي كده عشان اللحمه ايه ايوه على البارد اهو ربنا صدر الفراخ على البارد اهو. تعالى ناخد عندنا واحده كمان كيس كمان ونعمل زي ما حضراتكم كده شايفين واحده واحده اهو، نقوم مغطيين كده اهوت الباشا ده. تمام، يبقى احنا بنتكلم في صدر الفراخ ما يبقاش ايه كبير. الشطارة واحنا بنبطط ما ايه ما نفتحهاش، نقلبها على الوش التاني. اه هو يعملها لنا، بصدقيني والله لو تعملها في البيت وتبقي محترفه فيها افضل بكتير جدا، لان هو ساعات برضو بصراحه كذا مره من جيبها بتلاقيها متقطعه، وانا مش عايزه تبقى متقطعه، انا بص انا ماشي واحده واحده معاها ازاي؟ مش مستعجل على اي حاجه عشان الحاجه تطلع معايا مظبوطه اهي. اه بصي بصي بقى، بصي ما شاء الله ملك الكيس ازاي؟ كان صغير بس ليه بقى الفكره؟ فكره انك تعمليها تكون اهي. زي ما حضرتك كده شايفه يمين كده وشمال بتلاقي الحاجه مفروده فرده محترمه وفي نفس الوقت رقيقه عشان لما تيجي تخش التسويه بالظبط ما تاخدش وقت. طيب اكيد مش هنبطط الاثنين التانيين دول لان ايه؟ عشان بس الوقت، احنا هنعملهم في احنا في الفاصل كده يعني، بنعمل الحاجة دي قدامكم بس كده ايه عشان نوريها لكم. تعالوا بقى نشوف عندنا التتبيلة هنعملها ازاي. بصل تمام، بعد كده طماطماية، بهارات، معلقه مستردة صغيره. كلام جميل، كلام جميل جدا. واقوم واخد عندي البهارات ديت، واخدين عندي الملح، بعد كده شويه بابريكا صغيرين، فلفل اسمر، واكيد ايه كلنا عارفين ان ما ينفعش ان انا احط ايه زيت. زيت قلنا اي حاجه نعملها بانيه بلاش نحط زيت عشان الزيت بيفك الايه الكفر من الحاجه. على الروايح الجميلة جدا. هبدأ اللي انا اقوم واخد عندي التتبيلة ديت زي ما حضراتكم كده شايفين، وبعد كده حمدي نقوم واخدينها كده نجيبها على الناحية التانية برضو ونديها تتبيلة كده. لا ما لا لا اشتغل على طول، ما تسيبهاش في التتبيلة بقى. ليه بقى؟ لان انا كده كده اصلا هاخدها في الفريزر نص ساعة قبل القلي، يعني قبل القلي بحطها نص ساعة في الفريزر، فبالتالي كده كده هتقعد في التتبيلة، فانت اشتغل على طول يعني مفيش اي مشكلة. بص لو عندك جبنة ايمنتال يبقى حاجة حلوة جدا، وهي بصراحة بتخلي طعمها حلو قوي. لو عندك ما عندكيش جبنه شيدر، ترك مدخن، اللحوم البارده اللي عندك اشتغلي بيها. طيب احنا دي
هاخد بس ايه شريحة كده، بسم الله اهو، هناخد كام شريحة كده اهي، بس دي تخينة شوية، هرفعها. كل ده يتحط في النص يعني، اقوم حاطط اول شريحة هنا، وبعد كده اقوم جايب سلامي او تركي مدخن، اي لحوم باردة زي ما قلت لك عندك. بعد كده عندنا جبنة شيدر برضو اهي، وبعد كده اقوم جايب شريحة سلامي تانية، ونجيب عندي جبنة. بص بقى يا استاذ اهو، اقفل بص اهو، قفلة بقى، قفلة ايه، قفلة تبقى ايه باحكام كده اهو، شايفة؟ وبعد كده تقومي جايبة دي اهو، كلام جميل. وبعد كده تقوم جايبين دي كده، بعد كده تقوم جايبين دي كده، وبعد كده نبطي كده ايه بالشياكه كده. بص يا ام حمدي اهو، شكرا، متقفله صح، متظبطه صح، والله يفضل هديك بعد ما تعمليها وتقفليها التقفيله دي في الفريزر شويه تشمع معاكي، دي تديكي حاجه كده محترمه في الاخر وانت بتعمليها بني، حتى وانت بتمسكيها وبتحط طبقات البانيه بتاعتك هتلاقي الموضوع بسيط وسهل، فاهمه ازاي؟ اهو تعملها زي الظرف كده، وبقت كده ايه تمام. نقوم ايه واخدين ديت ونقوم حاطينها هنا، ونجيب عندنا اللي باقي التانية استاذ حمد اهي، نفس الموضوع، تتبيلة نحطها زي ما حضراتكم كده شايفين. هجيب عندي ممكن لو الجبنه الايمنتال مثلا صعبه في تقشير ممكن ناخدها بالطول كده عادي يعني، تمام يعني ما عنديش مشكله، هي كانت تيجي شرايح افضل يعني، يعني انت لو جيبيها جيبيها شرايح، لا مفيش شرايح عادي حلو بتاع دوم اند جيري. امين تال مخرج بيقول لي ايه انت نال. وده ميزه لما مخرج مثقف يبقى شغال معاكي. اهو جبنه اهو، حطيت جبنه توجعيش دماغنا، جبنه ما توجعش دماغنا، جبنه كده كده، ده كله ايه كله هيسيح. نقوم واخدين دي كده، حاضر هقفلك دي بس الاول، بص اهي حلو، بص قوم جايب دي كده كده، تقوم جايب دي كده، الشطاره يا حمدي وانت بتقفل، بص الايه مفيش حاجه باينه من الجبنه ولا اي حاجه من الحشو اللي احنا عملناه، مقفل كده ومبططه كده تبطيطه كده حلوه، لا مفيش خله، لا لا مفيش خله خالص اهو. احط بقى التتبيله بتاعتنا هي، وبعد كده اقوم قلبها الناحيه التانيه برضو زي ما حضرتك كده شايفه، وفي رول على فكره، ينفع تعمل رول على فكره لو انت عايزه تعملي رول برضو تشتغل معاكي زي الفل عادي، ممكن اعملها لكم على فكره في السيجمنت اللي جاي ان شاء الله او الفقره اللي جايه. طيب سريعا يا حمدي هعمل طبقه البانيه في ثانيه يعني مش هتاخد مني وقت. بص يا باشا هنا كوبايه لبن، اتنين عدد بيض، كلام جميل قوي، شويه فلفل، شويه ملح، اسف حبيبي ان شاء الله، اضرب البيض الاول، او لو عايزه تحط البيض كده في البايركس وتقيه وتشتغلي كده اهوت على طول الدنيا تبقى تمام، بقسماط ودقيق وبيض ولبن وشويه ملح وفلفل كده بقت تمام جدا، وننفع
لسه شو بتقول لي ينفع نعملها رول؟ هنعملها رول والله، حاضر سهله يعني، المفروض الكلام ده سهل، بس يبقى عندي استرتش بس وايه ونشتغل بيه على طول. طيب بننسق الموضوع، دقيق الاول عشان تبقى الايه السيركل ماشيه تمام، دقيق بيض ولبن، وبعد كده الايه البقسماط. لا لا بلاش نشا ولا اي حاجه، هي كده خلاص تمام كده اهو. بص بسم الله الرحمن الرحيم، هنقوم واخدين دي كده اهيت. طبعا قلت لك دي تتحط في الفريزر الاول تتشمع نص ساعه تبقى زي الفل كده اهو. اضغط بس عليها الاول ضغطه حلوه ماشي، وبعد كده بنقوم شايلينها، بعد كده بنقوم حاطينها بيض ولبن. تمام يا صديقي، بعد كده دي كده شايفه الصعوبه اللي بتقابلني عشان مش حاطها في الفريزر، انت بقى في الفريزر ده الموضوع كله يبقى سهل. اقوم واخدها كده نقوم حاطينها فين؟ هنا في البقسماط. طبقة البقسماط دي لازم نضغط عليها كده بقى اهو. بص فردت قد ايه بقى ما شاء الله يعني اهو، فردت فرده في التمام قوي. قبل ما نعملها بانيه بنقوم حاطينها فين؟ في الفريزر بقى شويه، حوالي نص ساعه كمان تظبط معايا الدنيا جدا اهي. دي بالظبط مش تاخد معايا وقت، دي بالظبط 5 دقائق او 4 دقائق عندي بزيت سخن تطلع معايا على طول. لو البقسماط معاكي غامق شويه ممكن احنا نحط لها ندي البقسماط ده شويه دقيق صغيرين، ده بالتالي بيعمل شغل اكتر، اللي هو ما يخلاش ايه ما يخلاش تبقى غامقه وهي طالعه من الزيت. السوشي اللي هي فين؟ في الفريزر، تشد شويه وبعد كده نقوم منزلينها فين؟ عندنا الزيت. الفراخ من الفريزر خلاص كده اعتقد يعني، شكرا قوي كده اهي، كملت شويه كده وبقت تمام، وحطيناها اعتقد ما يقرب من نص ساعه. الزيت يكون سخن، بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد اول قطعه ونقوم منزلين، وناخد تاني قطعه ونقوم منزلين. عيدان بصل اخضر تشايفز لو فيه، او ممكن كزبره مفرومه يعني لو ما عندكيش، افرمها فرم ناعم. وبجيب عندي 3 4 بطاطسات كده اهوت يكونوا مسلوقين في مية سخنة. دول حلوين قوي، دول ممكن نخليهم ايه ديكور. بجيب عندي بولة اهي قدام حضراتكم، البطاطس بنقوم حاطينها هنا، البطاطس المسلوقة، كلام جميل. اقوم مديها 1 عدد بيضة، ونقوم مدينها عيدان البصل الاخضر المفروم ده، ولو ان ده قرات بس عادي يعني شغال والله هيعمل شغل حلو. بص 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 الجمال، الله 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 الله، خطيره خطيره. ايوه امال ايه. شوية بابريكا صغيرين، شوية بهارات بطاطس، وهنسيب بهارات البطاطس عشان نحطها من فوق برضو، وبعد كده نقوم واخدين عندنا الملح، تعالى يا ملح اهو. ده كلام جميل. وبعد كده بقوم واخد عندي ادي 1 ادي 2 معلقتين ايه معلقتين نشا، نص معلقه دقيق، وبعد كده بقوم حاطط عليها لبن لو احتاجت يعني، اشوف القوام بتاعها لان انا قطعها بكيس، فهشوف لو احتاجت شويه لبن بضيف لها شويه لبن صغيرين، ما احتاجتش خلاص. نهرس بقى كويس قوي عشان اتفقنا اننا هندخلها
الكيس وهنقطعها جوه الزيت. لازم تبقى مهروسة هرسة بالتمام لانها تخش جوه بالبلة بالكيس يعني. لازم تبقى كريمي جدا، مش كريمي قوي ده كريمي جدا. فده هنعاني منه دلوقتي. لكن تمام يعني. شوية صحة بس كده ايه ان شاء الله ربنا يديكم الصحة جميعا. هتلاقيها اتهرست معاكي بقت زي الفل، لانها دي بتطلع بصراحة مقرمشة قرمشة حلوة قوي. كده البطاطس مش محتاجة اي حاجة بصراحة يعني، هي بقت كده تمام التمام. الكوردون بلو بقى عسل 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 اهو، لون ذهبي جميل. النار ما بتبقاش عالية قوي، خلي بالك ما هو من ضمن الحاجات التحميرية اللي بتبوظ الدنيا ان الزيت يبقى كتير قوي والزيت يبقى سخن، ده كل ده بيبوظ الدنيا. خلي بالك يعني، بص الموضوع ماشي ازاي، حطت الفريزر بصي عمرها ما تفك بفضل الله اهي. بص اهيت، بص الجبنه باظه خالص اهي. تعالى بقى نحط عندنا البطاطس. اللهم امين يا اخي. ايديا فيها ميه، واخد بالك كده؟ يلا بينا تاني اهو، ايديا فيها ميه اهي. بص يا حمدي اهو كده حلو اهو، ده بقى شغل عالي اهو، فاهم ازاي اهو. خليكي في الميه. بص يا حمدي اهو، ايدينا فين؟ ايدينا اهي في الميه، بيلي كده في الميه بسيطه، تطلعي تقوم مقطعه كده وبعد كده تقوم شايلها وحطها هنا. اهو يا باشا اسرع بقى. هنطلع ده يا حمدي اهو، الكوردون بلو خلاص ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، حاجه حلوه قوي اهو. طلع يا باشا عشان نجيب التانيين ونبدا ان احنا مع هناك في المطبخ تحضيره. ايه ده يا سعيد علي بقى؟ انا قدام حضرتك اهي. بص يا باشا بقى، بص اقول لك والله دوناتس عندي، البطاطس حوار. بص يا باشا دوناتس بقول لك والله مش بطاطس اهي. اصحى بقى للقرمشه والشغل العادي.